أيها المسلمون، إن من أفضل أنواع المكاسب وأسباب تحصيل الرزق التي اتخذها كثير من الناس اليوم الاكتساب عن طريق التجارة. رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نبوته اشتغل بالتجارة مدة من الزمن، وعدد كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اشتغل بها، بل أكثر العشرة المبشرين بالجنة اشتغلوا بالتجارة وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ألا إنه يا عباد الله، إذا اشتغل العبد بالتجارة فليعلم أنها من طرق الكسب الحلال المباحة التي لا بأس بها، اشتغل بها النبي وأصحابه عليه الصلاة والسلام. لكن إياك يا عبد الله، إياك أيها التاجر أن تجعل تجارتك مطية للركون إلى الدنيا، فتغلو في طلب الرزق والاشتغال بهاته التجارة حتى تلهيك عن القيام بما أوجبه الله جل وعلا عليك. إن كثيرا من التجار إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى لكأنهم ما خلقوا إلا للتجارة، ويظهر هذا من حالهم، تكثر منهم الأسفار وعد السلع والدينار، بل يشغلون أذهانهم بالمشاريع المستقبلية، وإذا لقيتهم ولقوا الناس جل حديثهم عن المال والتجارة، ويقابل هذا تضييع للصلوات، تخلف عن الجماعات، غفلة عن تربية الأبناء والبنات، وغيرها من المنكرات. استولى المال على قلب هذا المسكين حتى أحبه حبا جما، وصار عبدا لماله وتجارته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن منع سخط. رواه الإمام البخاري. فإياك أخي التاجر أن يكون حالك هاته الحال، فهي حال الخاسرين والعياذ بالله. واعلم رحمني الله وإياك أن اشتغالك بالتجارة وتحصيل الأموال ليس مانعا من القيام بشعائر الله وتعظيمها، ليس مانعا يا عبد الله من التنافس على الأعمال الصالحة. فها هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم التجار، بل درت عليهم تجاراتهم أرباحا وأموالا من حلال، لكن يا عبد الله إنها لم تستولي على قلوبهم، فلأجل ذلك بذلوها رخيصة لدين الله جل وعلا. فلا أدري يا عباد الله، أأحدثكم عن صديق الأمة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وهو من التجار، وقد تصدق بكل ماله، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. أو أحدثكم عباد الله عن ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، الذي اشترى بئر رومة ووسعها وجهز جيش العسرة بماله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: من جهز جيش العسرة فله الجنة. هكذا فلتكن أخي التاجر، تشبه بهؤلاء، فإن التشبه بالكرام فلاح. ومن الوصايا التي أوصي بها إخواني التجار الذين يكتسبون عن طريق التعامل مع الناس بالتجارة، أن أقول لهم: إنكم في بلاد الإسلام وتتعاملون مع المسلمين في الغالب، فاتقوا الله جل وعلا في إخوانكم المسلمين. فكن يا عبد الله سمحا في بيعك وشرائك، كن هينا لينا مع إخوانك، وإياك والغلظة والشدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. رواه الإمام البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان هينا لينا قريبا حرمه الله على النار. رواه الحاكم وغيره.
عبد الله، إذا اشتغلت بتجارتك فكن سمحا لينا مع إخوانك، ومن سماحتك ولينك أن تنظر المعسرين من عباد الله جل وعلا. يرتاد إلى محلك الفقراء والمساكين يأخذون السلع بدين ولعلهم لا يجدون سدادا، وأنت تعلم ذلك، فتجاوز عنهم يا عبد الله أو اعف عنهم وهو خير لك، لقول الله جل وعلا لقول الله سبحانه وتعالى: فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من تجاوز عن معسر أو وضع عنه أظله الله في ظله، رواه الإمام مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: كان تاجر يداين الناس فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا. فقال صلى الله عليه وسلم: فتجاوز الله عنه. والحديث في الصحيحين. أخي التاجر، اتق الله جل وعلا في إخوانك المسلمين، كن هينا لينا سمحا معهم في تعاملك يا عبد الله، وإياك والطمع والجشع، إياك واستغلال إخوانك المسلمين لأجل مصالحك، فإن الطمع والجشع يدعوك إلى زيادة الأسعار في المناسبات أو عند قلة السلع، فتنظر إلى مصلحتك مقدما لها على مصالح إخوانك ومعاناة المحتاجين منهم. أما علمت يا عبد الله أن الله جل وعلا يجزي بالإحسان إحسانا وبالتيسير تيسيرا؟ فحسن نيتك يا عبد الله، حسن نيتك ولتحرص على مصالح إخوانك المسلمين. ما يضرك يا عبد الله إذا فقدت السلع أو ظهر طمع وجشع التجار في المواسم أن ترخص ثمنها وتأخذ فائدة يسيرة فقط يبارك الله جل وعلا لك فيها في الدنيا مع ما يدخره لك في الآخرة، وما عند الله خير وأبقى. أيها التاجر، إن من الوصايا التي ينبغي أن تجعلها نصب عينيك أن تحرص على الصدق في المعاملة، وإياك والكذب، فإن الصدق سبب للبركة والكذب محق لها. قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. إن من التجار هداني الله وإياهم من تجده لأجل بيع سلعته يقول: إني اشتريتها بكذا وهو كاذب، أو يقول: إني لم أأخذ معك فائدة وهو كاذب، أو يبيعك سلعة يعلم عيبها وهو كاتم له. إن هذا الفعل عباد الله فعل شنيع، ويعظم الأمر إذا قرن معه الحلف، فيحلف بالله جل وعلا كاذبا، يروج سلعته ويبيعها ويبيع معها دينه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، رواه الإمام مسلم. هذا هو جزاؤك يا عبد الله إن كنت تكثر الحلف في بيعك كاذبا، تريد بيع السلعة فقط وينيل الأموال. ولكن يا عبد الله الأمر خطير، لا ينظر الله إليك يوم القيامة، لا يرحمك الله سبحانه، لا يزكيك. فضلا عن هذا، إن لك عذابا أليما، لأنك استخففت بحق الله جل وعلا وحلفت كاذبا وأخذت مالا بغير حق لأنك غريت صاحبه باليمين. فالصدق صدق أيها التجار، واحذروا من الكذب والغش والتدليس. واعلم يا عبد الله أنك تبيع سلعتك في الدنيا وتكتب العيب وتغر المسلمين، لكن الله جل وعلا مطلع عليك، فما ظنك بيوم تلقى فيه ربك جل وعلا، يوم تبلى فيه السرائر فيظهر ما أخفيته في الدنيا، وحينها لا ينفعك الندم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.